بالتكبير والابتهالات استهل جموع المصلين عيد الأضحى المبارك من مساجد تلمسان التي عجت بالكبار والصغار في هذا اليوم المبارك، وقد حث خطباء العيد على ضرورة الالتزام بما أمرنا به الله سبحانه وتعالى، موضحين المعاني والدلالات من عيد الأضحى المبارك، داعين إلى صلة الرحم والتراحم فيما بين المسلمين. العادات المستحبة والحسنة في العيدين تزاور ذوي القربى وتبادل التهاني حتى تتمكن المحبة من القلوب. وهنأ جموع المصلين الأمة والعالم الإسلامي بعيد الأضحى المبارك الذي استقبله سكان تلمسان بكثير من الفرحة والتهاني. بمناسبة عيد الأضحى المبارك أتقدم لجميع المسلمين بأحر التهاني، وإن شاء الله يعود علينا بالصحة والهناء إن شاء الله جميع المسلمين. إذن فمن التهاني إلى من لسنا ننساهم، ولا يمل لساننا قط من ذكراهم، فإن يغيبوا ففي القلب مسكنهم، ومن في القلب مسكنهم كيف ننساهم. أقدم بكل التهاني لجميع الأمة الإسلامية، وندعو الله سبحانه وتعالى يتغمد كل موتانا بالرحمة ويزرع الأمن والأمان في بلادنا الجزائر. بمناسبة عيد الأضحى المبارك نتمنى لكل المسلمين على وجه الأرض عيد مبارك سعيد، وكل عام ونحن جميعا والأمة الإسلامية بخير. عيد مبارك ونتمنى تكون يعود علينا هذا العيد بالصحة والعافية